نجاة علي حسن الجداوي اتولدت 6 سبتمبر 1934 في محافظة الإسماعيلية اتولدت رجاء الجداوي الأسرة عربية ميسورة الحال تعود أصولها إلى ينبع في غرب الجزيرة العربية من أب أصله حجازي وأم أصلها نجدي وكان أبو رجاء الجداوي بيشتغل في التجارة البحرية ما بين مصر والحجاز جدها حسن من مواليد جدة ووالدها علي من مواليد ينبع وكان يمتلك صندل بحري وكان بيتنجل به بين السويس في مصر والحجاز طبعا السعودية في الوقت ده يا جماعة كان اسمها الحجاز في ثلاثينيات القرن العشرين وأشارت رجاء الجداوي أنه ما زالت لهم أصول تعيش في الحجاز حتى اليوم انتقلت رجاء الجداوي وهي عندها ثلاث سنين الى القاهره برفقه اخوها الاصغر فاروق للاقامه مع خالتها الفنانه تحيه كاريوكا التي تولت رعايتها بعد طلاق والدتها وهنا يا جماعه تحيه كاريوكا تبقى خاله رجاء الجداوي وجالت رجاء الجداوي عن دور خالتها الفنانه تحيه كاريوكا في تربيتها وجالت ان امي اتطلقت وكان معاها خمس ابناء فقررت خالتي تحية كاريوكا إن هي تاخدني أنا وأخويا وأنا كان عمري ثلاث سنين لتتولى رعايتنا وتربيتنا وانتقلنا من الإسماعيلية للقاهرة وهنا تحية كاريوكا دخلت رجاء الجداوي مدرسة فرنسية داخلية وكانت أكتر من أم وقالت رجاء الجداوي إنني أدين لها بكل حياتي وفضلت معاها لما بقى عندي 14 سنة وكمان تحية كاريوكا علشان تهتم برجاء الجداوي أكتر جابت لها مربية إيطالية اسمها بينا تولت رعاية رجاء الجداوي وهي طفلة وعلمتها اللغة الإيطالية وبعدها قررت رجاء الجداوي إن هي ترجع لأمها تاني بعد الأزمة الاقتصادية اللي حصلت لأمها بعد قرار التأمين بمصر في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وبعد كده كملت رجاء الجداوي دراستها وكانت بتتكلم ثلاث لغات الفرنسية والإيطالية والإنجليزية وهي سنها صغير جدا بالنسبة بقى لرجاء الجداوي وحياتها الأسرية رجاء الجداوي يا جماعة اتجوزت مرة واحدة بس في حياتها من حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق حسن مختار اتجوزته في 22 نوفمبر 1970 وأنجبت منه ابنتها الوحيدة أميرة وجبلت حسن مختار في السودان في مدينة وادي مدني كانت نزيلة هناك في فندق وهو شافها وأعجب بيها وهم جايين جابلها في الطيارة وطلب منها الجواز وفعلا وفقت رجاء الجداوي وهي كانت أكبر منه بعشر سنين وفضل جوازهم مستمر 45 سنة لحد ما مات حسن مختار سنة 2016 تعالوا بقى ما ندخل في الجانب الفني والعملي في حياة رجاء الجداوي رجاء الجداوي بدأت حياتها العملية عارضة أزياء وبعد كده دخلت في مجال التمثيل سنة 1958 وأول فيلم شاركت فيه كان فيلم غريبة سنة 1958 وخمسين. وفيلم نور الليل سنة 1959 وشاركت مع الفنان أحمد مظهر والفنانة فاتن حمامة في فيلم دعاء القروان سنة 1959 وقدمت عدد هائل من الأفلام السينمائية وكان آخرهم أعز الولد سنة 2020 وقدمت برضك رجاء الجداوي عدد كبير جدا من المسلسلات الدرامية وكان بدايتها سنة 1964 في مسلسل الشنطة مع مين ومسلسل نوسة سنة 1967 وقدمت عدد مسرحيات ومسلسلات إذاعية ومن أهم المسرحيات اللي قدمتها مسرحية الواد سيد الشغال مع الفنان عادل إمام سنة 1985 ومسرحية الزعيم مع الفنان عادل إمام بردوك سنة 1993 وكان آخر عمل تجوم بيه الفنانة رجاء الجداوي مسلسل لعبة النسيان سنة 2020 وبعد ما صورت آخر مشهد من المسلسل أصيبت بمرض فيروس كورونا وده كان في آخر حلقة من مسلسل لعبة النسيان في 24 مايو 2020 ودخلت بعدها مستشفى العزل في الإسماعيلية وفضلت في مستشفى العزل لمدة 43 يوم وفي آخر أيامها تدهورت حالتها الصحية ورحلت عن عالمنا 5 يوليو 2020 وهي تبلغ من العمر 85 سنة هي دي كانت قصتنا وحكايتنا عن الفنانة الجميلة الأنيقة رجاء الجداوي لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكوا مني كل ما هو جديد وما تنسوش عايز منكم لايك لطيف وظريف زي حضراتكم كده